دلوقتي اذا كان فاتوره الكهرباء دلوقتي في غلا، يعني انا عندي في بيتي في شقتي بدفع 25 جنيه شهري، وهنا في المحل غالي، يعني في اسعار مرتفعه، يعني المفروض يقللوا شويه عن الشعب علشان الواحد يعرف يعيش. يعني الواحد اللي بيجيبه من هنا بحطه هنا، اللي بيجيبه من محل يحطه هنا. والله القرار ده بالنسبه ل يعني اذا كان في الصالح العام او في صالح البلد احنا معاهم في الراي ده. كده يبقى حرام. انا هيرفع الدعم كمان. مش هيأثر على حاجه في حاجه، على قد ما بيستهلك على قد ما هيدفع، يعني ايه اللي هيحصل؟ من ساعه ما كان الفتره اللي فاتت تقطع شويه وتجيد شويه قالوا حلينا الازمه. دلوقتي زودوا على الفاتوره الكهرباء فلوس، يبقى احنا استفدنا ايه؟ هي الناس يبقى في ترشيد بالنسبه للكهرباء، يبقى ان كل يبداوا يعمموا اللون اللي هي الموفره بحيث ان يعني استخدامها يبقى كويس، بدل ما الواحد عنده في البيت خمس ست لمبات ومنورهم على الفاضي، لا اشغل لمبه او لمبتين. اكيد هيأثر على الناس اللي هي ما تقدرش تدفع، وفي ناس كتير مش هيأثر عليها اللي هي تقدر تدفع، يعني المفروض ما يرفعش الدعم على الناس اللي هي ايه على قد حالها. يعني الكهرباء دي هم ادرى بيها الناس المسؤوله، احنا غير مسؤولين عن حاجه، يعني اللي بيعملوه احنا بنمشي عليه. هو المفروض يبصوا للناس اللي هي مش قادره تدفع فاتوره الكهرباء، يعني في ناس صراحه يعني تعبانه خالص، يبصوا للناس دي، في ناس تعبانه المفروض يبصوا لها. دي اللي انا عايز اقوله.